الناس بقى اللي بتحب الاوريو والهوست ركز معايا لان النهارده في عظمه هتحصل. طيب رجوع سلسله كله على كله، لما تشوفوا قول له هنعمل حاجات النهارده عظمه جدا جدا. طبعا كلنا طبعا عارفين طبعا الهوست ده اصلا جامد جدا جدا لوحده، والبوريو برده جامد جدا جدا لوحده، ولكن لو احنا بقى حطيناهم الاثنين على بعض ايه اللي هيطلع لنا دلوقتي؟ عشان انا حاسس ان في حاجه جامده جدا جدا هتطلع لنا. طيب نجيب اول حاجه الهوست ونفتحه. طبعا هوست عادي موجود في كل حته ب 2 جنيه تقريبا. افتحه بقى ايه كده، انا بحب الشتاء قوي يا جدعان عشان كده. بص الشوكولاته بقى لازقه في الهوز يعني كده، وبص مفيش اي شوكولاته بتقع ولا سايحه ولا اي حاجه. انا بحب الشتا جدا. هتقطع بقى الهوز حتت صغيره جدا جدا لان احنا هنحطهم في الخلاط، هنخلطهم بقى يا زميلي. بص مفرمه النهارده هتبقى مفرمه، وطبعا زي ما انت طبعا عارفين الحته دي مش بنحطها في الخلاط، الحته دي بناكلها. طيب هنجيب خلاطنا الجميل ونحط فيه شويه لبن، واتبع نظريه كوب يا زميلي، كوب يا زميلي، اي حاجه تقطعها كوبها يا زميلي على طول. الهوز قطعناه كوب يا زميلي، كوب كله. الهوز اصلا طعمه اصلا لوحده حلو، والاوريو طعمه اصلا لوحده حلو. انا مش عارف بقى الاثنين دول هينتجوا لنا بقى ايه، بقى هينتجوا لنا بقى حاجه ايه بقى تموتنا بقى من العظمه. كبينا الهوز، نسيبه بقى كده على جنب خالص، ونجيب الاوريو برده نكسره برده حته صغيره علشان نحطه في الخلاط. اللي هيسالني طبعا الخلاط ده جايبه منين، اكتب لي تحت في الكومنت وانا هقول لك الخلاط ده جايبه منين. جايبه من صفحه اسمها بلوتو، عاملين دلوقتي عروض عشان بلاك فرايداي تقريبا، بيبيعوه ب 100 جنيه تقريبا حاجه زي كده يعني. انا هسيب برده لينك الخلاط ده تحت في الديسكربشن، اللي عايز يعني يشتريه برده لان هينفعه جدا جدا في الحاجات الجامده اللي احنا بنعملها هنا دي يعني. ممكن نجيب بقى دي كده، الموضوع سهل يعني، ممكن تجيب دي كده كسر بقى ايه الاوريويه بقى كده جواها. برده الاوريو ده برده كان ب 2 جنيه برده، لقيته برده في اي حته يعني. الموضوع كله مكلفك 4 جنيه. هتقول لي بقى يا زميلي اللبن بقى بفلوس بقى والكلام ده، مش هرد عليك اصلا، مش هرد عليك اصلا في الكومنتات يا زميلي والله. تمام قوي قوي قوي. سيب بقى كده الكلام ده كده كله على جنب. فين الميه؟ فين الميه؟ هناك اهي. مش محضر انا والله قبل ما اعمل الفيديو. حط بقى الميه، ومش هعتمد على السكر يعني، انا مش هحط سكر وهعتمد على سكر البوريو والاوريو، كفايه اصلا هم مسكرين لوحدهم. هتقفل بقى يا زميلي واسمع احلى صوت في الدنيا. لا اسمع معايا، اسمع معايا. مايكات وحركات وزوايا جديده وحوارات. بقول لك ايه يا زميلي، لايك وشير يا زميلي قبل ما اخلط اصلا يا زميلي، لايك وشير. طيب اسيبه على جنب كده يهدى، واجيب الكوبايه بتاعتنا الجميله وصوص الماجيك اللي اتكلمت عليه قبل كده. وفي حلقه جايه عن الصوصات بتاعت الماجيك دي وبتتباع فين وبنعمل بيها ايه والكلام ده وسعرها كام والكلام ده، حلقه جامده جدا جدا. طبعا الصوص الماجيك ده خالي من السكر، بحبه انا جدا يعني عشان شوكولاته خاليه من السكر. فنزوق كده الكوبايه. ايه ده يا زميلي مش بينزل ليه ده؟ زوق كده الكوبايه اكادو من فرط الجمال. طيب زوقنا الكوبايه كده، هنجيب بقى التلج والحركه اللي بتحصل فيها كل مره، التلج بقى يقوم واقع والميه بقى تقع ما خلاص بقى يا زميلي بقى، انا زهقت والله من حياتي بقى. تمام حطينا التلج بتاعنا، نصب بقى الجامد ده جدا جدا هنا. صب يا زميلي، صب لحد اخر نقطه، اخر نقطه والله ما هسيب. طيب ده بقى شكله عامل كده، وبقى احط بقى عليها الكيس ده، لقيته بنص جنيه اسمه شيكو بيكو، مش عارف حد يعرفه ولا لا. هو جامد جدا جدا، هو كور صغيره كده من الشوكولاته، يعمل جو برده كده فوق يعني. اقوم رش عليه كده بقى حبه، شكله بقى جامد جدا جدا. تعالى اوريك شكله بقى جامد جدا جدا حرفيا، يا رب برده يكون برده طعمه جامد جدا جدا. تعالوا بقى نشرب كده ونشوف البوريو بالهوز طعمه عامل ازاي. لا يا جدعان ده جامد جدا جدا حرفيا، جامد جدا جدا حرفيا. لازم تجرب الهوز بالبوريو. اللي قال لي تحت في الكومنت جرب الهوز بالبوريو، انت عظيم جدا جدا. مش فاكر والله العظيم الكومنت بتاعك، بس احاول ادور عليك، بس انت فعلا عظيم جدا جدا. انت مش عظيم بس، انت حرفيا. طبعا اكتب لي طبعا تحت في الكومنت طبعا عايز نحط ايه على ايه ونجربه، علشان احنا بنجرب كل حاجه حرفيا، وعايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه بيكو هنقدر. على فكره احنا دلوقتي وصلنا ل 30، وبالصعبه خالص خالص ان احنا نوصل ل 100. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.